في ملف مهم جدا، وامبارح ناس كتير كانت بتتساءل الوضع يا جماعه يا جماعه، وعفوا والشكل الفتره اللي جايه هيكون عامل ازاي. امبارح خلينا نقول اثار فوزي لقجع رئيس الاتحاد المغربي لكره القدم الجدل بمعنى الكلمه باعلانه اقامه كاس الامم الافريقيه ان شاء الله القادمه 2025 واللي هتستضيفها المغرب، بس اعلن ان هي هتكون خلال فتره الصيف. والموضوع ده اثار جدل. ليه اثار جدل يا جماعه؟ خليني اقول لحضراتكم ليه. الكلام ده اللي اعلنه فيه طبعا مؤتمر كان صحفي وشهد تجديد الثقة للمدير الفني وليد الركراكي بعد الإخفاق خلينا نقول في كأس الأمم الإفريقية، لكن بيظل طبعا قيمة وقامة كبيرة جدا. لكن المهم من الكلام أن فوزي لقجع هو قال كده نصا تحديدا، قال لك المغرب هينظم بطولة 2025 صيفا لأننا بصدد التحضير لنسخة غير مسبوقة تتزامن مع احتفالات المغرب بعيد العرش، ويعني وبيعود المهاجرون بقى المغاربة من أوروبا في الأجازة، ولأن الظروف المناخية هتتيح ليهم. يعني هو قال كذا سبب بيخلي أن هذه البطولة تنظم في فصل الصيف رغم أن هي مفروض بتنظم في فصل الشتاء. وهقول لحضراتكم برضو إيه الفرق بين هنا وهنا. بس على كل حال الإعلان ده أثار التساؤلات، خاصة بتتكلم أن آخر نسختين للبطولة زي ما كنت بتكلم كانوا في الشتاء، وده هنا بقى بيتعارض موعد البطولة المقبلة في الصيف مع كأس العالم للأندية، وده بالشكل الجديد اللي هتقام في الولايات المتحدة. هتكون هنا بمشاركة كمان في النسخة دي 32 فريق، ودي بتكون لأول مرة خلال هتكون من 15 يونيو لغاية 13 يوليو 2025. طيب تتكلم عن آخر برضو نسخة صيفية لكأس الأمم الإفريقية كانت أقيمت في مصر، وكانت ما بين 21 و19 يوليو، ده كان 2019. يعني الكلام كله عليه حالة جدل إلى حد كبير جدا، لأن بيترقب برضو الاتحاد المغربي لكرة القدم هنا صدام ممكن أن هو يحصل مع الفيفا. خلي بال حضراتكم بعد إعلان فوزي لقجع لهذا الكلام، لأن هيبقى في تعارض يا كريم بشكل صريح. يعني أنا دلوقتي كفرق مشاركة أو كدول مشاركة بأندية في كأس العالم للأندية، طب أنت جبت لي البطولة دي في نفس التوقيت بالتزامن، طب أنا كنادي أهلي هعاني على فكرة من ده بشكل كبير جدا. أنت عندك لعيبة كتيرة بتشارك في كأس العالم للأندية نادي الأهلي، فيعني هي دي النقطة من المنتخب يعني، فهي دي النقطة. فيمكن هم عندهم لاعب أو اتنين حتى هذه اللحظة، يعني يحيى عطية الله هو اللي بيشارك مع الفريق عندهم الوداد المغربي، لكن في الاول في الاخر دي مش مقياس. وبرده على 2025 الوضع ممكن يبقى مختلف، بس ممكن يبقى تلاقي لعيبه اكتر بتشارك من عندهم، بس انت دلوقتي بتحطني تحت ظروف وتحت ضغط اكبر. فيعني مش عارفه احنا حقيقة. هنكون لو الكلام ده يعني حصل بحذافيره بالتواريخ المواعيد اللي اعلن عنها السيد فوزي لقجع، النادي الاهلي بطبيعه الحال هيكون من اول ومن اكبر المتضررين. طب برضو خلونا نشرح لكم شويه تفاصيل زياده. فكره تحديد الاتحاد المغربي في بيان رسمي اقامه كاس الامم الافريقيه 2025 في الصيف بالبلدي كده، ده تضارب فعلا صريح في المواعيد ما بين كاس الامم الافريقيه وبين مونديال الانديه. ده بيخلينا نسال، هي المؤسسات الكبيره دي ما بتنسقش مع بعض ليه؟ عشان الانديه اللي بتلعب في المونديال تكون بتلعب وهي مرتاحه. نادي زي النادي الاهلي مثلا هيشارك في النسخه المقبله من مونديال الانديه 2025، مش لوحدنا بالمناسبه، طبعا في اربع فرق افريقيه هتشارك، يعني اللي اتحدد منها لغايه دلوقتي هم الاهلي والوداد المغربي، لسه طبعا منتظرين تحديد بطل النسخه الحاليه من دوري ابطال افريقيا للمشاركه في البطوله بجانب اعلى فريق في التصنيف. بالظبط. الفرق دي هتعمل ايه وهم تقريبا اغلب لاعبي منتخباتهم من الفرق دي تحديدا؟ ده غير ان اللي بيحصل ده هيؤدي الى صدام فعلا ومتوقع جدا مع الفيفا من الناحيه كمان التسويقيه، خصوصا لما ده هيتزامن او يعني هيتزامن وقت البطولتين في نفس المرحله نفس الفتره، فيا ترى تسويقيا هيشتغلوا ازاي؟ محدش